مين اللي اخذ الفلوس يا قاطي يا ابن القاطي؟ ها؟ انت يا مفيش حاجة والله. والله انا ما شاكك غير فيك. انت يا ولد. حسبي الله. تطلع مين انت عشان تمد يدك عليه؟ انا بعمل شغل. شغلك اللي هو ايه وشغال عند مين؟ انت اللي مين؟ وازاي تنزل انت والرجاله اللي معاك ارضي من غير امر مني؟ العيب مش عندي، العيب عندك انت. المفروض قبل ما رجلك تخطي البلد دي تسال من كبرها. كبرها؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين. انا صالح القناوي. عملوا لك ايه عشان تعمل في يومك ده؟ مهما كان عمله حقك تاخده بالادب وبالاصول.